نرى بعض هؤلاء يجمعون الزكوات من جهة ويقومون ببيعها في جهة أخرى، فهل يجوز إعطاء مثل هؤلاء؟ وهل يجوز الشراء منهم إذا تأكدنا أن ما يبيعونه هو ما جمعوه من زكوات الناس؟ يجب على الإنسان أن يتأكد من حاجة الفقير المدفوع له، يتأكد من حاجة الذي يأخذ الصدقة، ويتأكد من استحقاقه لها. هذا ينبغي، فإذا ظهر له أن هذا الشخص يحتاج إلى الصدقة إنه يدفعها إليه، وليس مسؤولا عن تصرف الشخص فيها. الشخص الذي يأخذها له أن يبيعها، وله أن يهبها، وله أن يأكلها، وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه. فالدافع غير مسؤول ما دام أن الشخص الذي أخذها مستحق لها، ويغلب على ظن الدافع ذلك. أما إذا علم أنه لا يستحقها وأنه غني فلا يجوز دفعها إليه. وتعرض الآخرين في الشارع وسؤالهم لها دليل على حاجتهم، ولكن ينبغي مع هذا أن يتأكد. وإذا علم أن هناك من هو أشد حاجة منهم فينبغي أن يدفعها لمن هو أشد حاجة منهم. أما شراؤها من بائعها فلا يجوز للمتصدق، لا يجوز للمتصدق صدقة الفطر ولا غيرها أن يشتريها. الزكاة ولا لا زكاة المال ولا صدقة الفطر ولا غيرها من الصدقات، إذا تصدق الإنسان بشيء فإنه لا يجوز له أن يشتريه وأن يسترده. نعم. ربما كان السائل يقصد أنه إذا رأى هذا المحتاج يأخذ الزكاة من مكان ويذهب يبيعها في مكان آخر، هل يجوز له أن يشتري منه ليزكي هو أيضا؟ لا يشتري منه صدقته هو التي دفعها إليه، أما أن يشتري منه صدقات الآخرين نعم فلا فيه مانع. جائز هذا؟ أي نعم. نعم.